الغرس كاع ما شفتهم ما صورتهمش. بشحال خديتي ديك الشجيره؟ 300. سميت هذيك؟ هذه مشماشه تديها عليا. الله يعطيك الخير، الله يحفظك، بارك الله فيك. هذه حالك هي. الله يرحم الوالدين، بارك. لا انا ما تنعرف، ما بغيتينش وما تنصور وما صورتش مالي الغرس كاع ما شفتهم. الغرس هما حنايا عندهم بزاف. كاينين ما شفتهمش، ما شفتهمش، ما كنصور كناخذ فكره على الاثمنه. ساعة ما شفتهمش اليوم. راه صورت واحد الفيديو في السوق اثمنه الخضار، ولكن كاين خضار في الحقيقه بلديه نتاع البلاد ديال الوقت، يعني خضار اللي غتكون صحيه بحال الخزو واللفت والباربا. ورخيصه كاين الفول، كاين القناريه، كلها يعني خضر ديال هاد ديال الوقت اللي فيها منافع. يعني الاطباء تنصح تيقول الانسان يعني ياكل الخضر ديال الوقت. علاش؟ لحقاش الا ما كانش ديال الوقت يعني راه مدخله فيها لي سيغ، ومدخلين فيها الحراره، ومدخلين فيها بزاف ديال المعطيات، ادويه. ديال مولاي دريس الزرهون بعيد على مكناس ب 30 كيلومتر شمال مكناس. مولاي دريس تابع لمكناس. هنا مع الجبال، مع الصعوبة نتاع الممرات، مع الدروبانيت في مولاي إدريس، المدينة براسها يعني الحمار يعني وسيلة نقل مهمة بالنسبة للمنطقة. وراه كيدار واحد الموسم، يمكن غادي يكون في شهر 5، كيدار في نزالة بني عمار. بني عمار بصفة عامة تابعة لمولاي إدريس، يعني محسوب مولاي إدريس. الطبيعة زيان تبارك الله. عاد جايين الناس، عاد غادي يعمر السوق مزيان. يعني تلاحظوا الناس عاد جايين، اللي جاي اكثر من اللي غادي. هذا مولاي إدريس، هنا راه حنا الفوق، غادي ندخلوا للمركز، غادي نصوروا لداخل. شوفوا لداخل، ندوزوا حدا السوق،
حدا السويقه حدا المارشي، مارشي ديال مولاي ادريس، حتى هو تيكون عامر اليوم السبت. وتتكون فيه حتى هو كتكون فيه خضر محليه. شاف هاد الفيديو يحاول يشوف الفيديو الاخرى نتاع السوق اللي صورت في السوق، يعني على رجلي فيها الاثمنه نتاع الخضار، فيها بعض الدجاج عندهم قليل هنايا، وكاين واحد الاحتكار نتاع دوك السماسريه اللي تيكونوا في شكل هنايا. المنظر غيبان زوين من هنايا، هاد الدروبة هنايا ديال مولاي ادريس الفوقي، وسيلة النقل الوحيدة هي الدواب، حمير والبغال. من هنا على اليمين راه كاينة الدخلة ديال هاد المارشي، هذا كاين فيه الجزارة، فيه الخضارة، فيه كلشي. هذاك المهرجان اللي تيديروا نتاع الحمير تيديروا فيه مسابقه، يعني كدير فيه عده انشطه، كيعزلوا يعني
اجود حمير نظرا للاستغلال ديالها. واحد الحزب واقيلا في امريكا تنظن دايرين في الشعار ديالهم الحمار نظرا للمثابره ديالو والعمل ديالو. حنا كي حنا تيقللوا من القيمه ديالو. ما هو راه ذكي الحمار راه ذكي. شوية هاد المناظر هنايا لتحت نتمنوا من الله من الله غدا ان شاء الله امطار نافعة. قنطرة على واد خومان مازوت هنا ب 13 ما كاينش شي فرق. اليمين طريق وزان وليلي، وليلي هي واحد 3 كيلومتر وتلقى وليلي. هادي دابا خرجنا للطريق الوطني رقم 13 تحت القنطرة ديال واد خومان. تبارك الله عليكم. السلام عليكم.